ازيك شباب؟ عاملين ايه الاخبار؟ يا رب تكونوا كويسين. انا احمد سامح. خلينا نخش في موضوع النهارده. هنعمل ريفيو عن حاجه جميله جدا بنعملها من حين لاخر، ولكن مهمه جدا، مهمه جدا، خصوصا ان احنا داخلين على الصيف. في نفس الوقت نحب ان احنا نحلق كتير، سواء شعر او ده او اي حته تانية. فخلينا بدون مقدمات كتير اقول لكم احنا هنتكلم عن ايه النهارده. واللي معانا النهارده هي المكنه كيمي 5031، مكنة سعرها أكثر من رائع، وفي نفس الوقت هي 11 in 1 أو 11 in 1، يعني 11 استخدام في مكنة واحدة بمنتهى الجمال والحلاوة والسلاسة، مش تحتاج مكنة تانية خارجها لكل حاجة في الجسم. دي حاجة رهيبة جدا وحاجة لذيذة، تنعيم وتحديد وتجذيب ونفخ وشفط وكل حاجة. بجد هتنبسطوا جدا لما تستخدموا مكنة الحلاقة دي. بالمناسبة يعني الساعة اللي معايا دي مش ابل ووتش، هي دي تي 7. هتلاقوا المراجعة موجودة فوق في الاي اللي فوق، سواء هنا او هنا. ايه رأيكم في مكنة الحلاقة دي؟ حلوة جدا، من كتر حلاوتها كلت نفسها. انا مش عارف ايه الجمال ده، بس هي فعلا فيها كل حاجة. هي 11 in 1 او 11 في 1، حاجة جميلة جدا زي براون بقى وكل الكلام ده. هتلاقوا برضو اللينكات بتاعت المراجعات بتاعت مكان حلاقة براون الاصلي والكيمي التانية اللي هي كانت استخدام او استخدامين بس، موجودة تحت في الديسكريبشن، موجودة فوق في الاي، وممكن برضو تخشوا على البلاي ليست كده. هتنبسطوا جدا سواء في الساعات الذكية او السماعات او حتى مكانات الحلاقة واللابتوبات والعربيات وكله كله كله. خشوا بس في الديسكريبشن، هتنبسطوا جدا. السوشيال انت تعملوا لي شير ولايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس اللي تحت ده. فانا شايف ان هي ممتازه، البطاريه بتاعتها حلوه جدا، الدقه بتاعتها حلوه، الموس بتاعها ممتاز، المزاد بتاعتها كويسه قوي، المزاد بتاعتها كويسه قوي، وانا استخدمتها بقالي فتره ولسه ما شحنتهاش، ودي حاجه انا يعني مذهول بيها. يعني فعلا البراون لا كانت بتخلص بسرعه جدا، فانا مش عارف هي ازاي بتعمل كده، ما اعرفش. يعني انا مبسوط، يعني انا نزلت عند الحلاق حلقت شعري، بس هو ما كانش مظبط من قدام، حلقت كل الحته دي تاني، عملت لها تريمينج يعني على حلقت داني مثلا بتاع 5-6 مرات ومفيش اي حاجه. مبسوطه جدا وسعيده، والبطاريه حتى لسه ما خلصتش. الشاحن بتاعها حتى انا مش عارف شكله عامل ازاي، هنشوفه طبعا في الانبوكسنج، وهنشوفه كمان في محتويات الاب. وزي ما عودناكم دايما نقسم الريفيو الى اجزاء، ونبدا باول حاجه لو هي الانبوكسنج. الانبوكسنج زي ما انتم شايفين كده، البوكس بتاعها لذيذ ولكن سيمبل جدا، مكتوب عليه كيمي من فوق، بيجي بالامشاط بتاعته من هنا، هتلاقوها بالظبط زي ما موجوده هنا. زي ما انتم شايفين كده بيجي الامشاط بتاعتها، ولكن انا بستخدمها فهتلاقوا الامشاط ناقصه، هوريها لكم برده كمان شويه، ولكن نشوف الانبوكسنج بتاعها ونشوف محتويات العلب. تعالوا نكمل هنا ونخلي دي على جنب. المهم 11 في 1 الموديل بتاعها KM5031، فيها كل الحاجات دي هوريها لكم كمان شويه. في منها اللونين الازرق والاحمر، ولكن الموجود في مصر تقريبا الازرق. وهنا في شويه معلومات كده بسيطه على الشاحن بتاعها والتشارجنج، بتقعد ساعتين زي ما مكتوب هنا. بالنسبه للورقه بيقول لك ايه الامشاط اللي بتكون موجوده اوريدي داخل الكرتونه، ودي هنستعرضها كمان شويه. وفي ستاند كده لطيف جدا هوريه لكم برده كمان شويه. هنا بقى بيقول لك السبيكس البسيطه اللذيذه جدا المميزه، وفعلا انا حسيت بكل واحده فيها. اول حاجه الشارب ايدجز اللي موجوده هنا فعلا فعلا تحفه، مش هتحسوا ان في اي مشكله فيها، تحسوا بسلاسه في الحلاقه بمنتهى الجمال. كمان عندك بتنور بلونين اخضر واحمر على حسب التشارجنج كيس بتاعتك، وليثيوم ايون باتري، البطاريه بتاعتها ممتازه، والماتور بتاعها كمان حلو جدا، وكمان بتشحن مشاحن يو اس بي زي اي موبايل، ولكن 10 واط اللي بيجي معاها في الكرتون، وبتقعد زي ما قلت لكم ساعتين في الشحن، والورك تايم ساعتين متواصل. وبكده يكون العلبه بتاعتنا خلصت. تعالوا نشوف محتويات المكنه نفسها. بالنسبه للمكنه والاتاتشمنتس اللي بتكون موجوده معاها، بتيجي بمنظر حلو جدا، المنظر اللي انتم شايفينه. اول مشط بيكون متركب في المكنه نفسها، ولكن انا بستخدم المشط ده، بيكون احسن كتير في التحديد وبالنسبه للدقه. ودي بتكون محتويات العلبه، ولكن مش كلها، بيجي معاها كتالوج كمان، والستاند اللي انت اول ما هتحطه كده عندك على المكتب هتحس ان انت في صالون حلاقه، ولكن شيء لذيذ جدا بجد، انت مش هتستخدم حاجه اكتر من ده. وكمان تزييت ومشط كمان للتحديد، وصله الشاحن يو اس بي، الشاحن ذات نفسه 10 واط، مشط تاني باطوال مختلفه، مشط تالت، وفرشه للتنظيف. بعد ما خلصنا الانبوكسنج خلينا نخش في التصميم والماتيريال. التصميم انا شايفه ان هو اعتيادي لذيذ، بلاستيكي طبعا بالكامل عشان خاطر يبقى السعر هادي شويه،
ولكن خلينا نخش بالتفصيل ونشوف الخامات بتاعت الامشاط والسنون عامله ازاي. بالنسبه للماتيريال، الماتيريال انا شايف فعلا ان البليدز بتاعتها فعلا مصنعه من حديد حلو جدا ودقيق جدا، بيديك درجه نعومه ودرجه سلاسه حلو جدا، يعني ما بيقفش في الشعر، ما بيحصلوش اي مشكله. كمان البلاستيك اللي هنا بالكليكات، الكليكات كويسه لحد كبير جدا، مش هيديك اعلى عمر عشان خاطر هي سعرها اصلا رخيص، ولكن لا الكليكات برضو معقوله مش وحشه خالص. كمان البلاستيك بتاعها دي الاكيرسي بتاعتها حلوه محترمه، ما فيهاش اي مشكله فعلا زي ما انتم شايفين، ولكن هنا بصوا بتلوز شويه، ولكن حلوه تعامل يعني مش هيحصل فيه اي مشكله. نفس الكلام هنا، دي انا ماي فيفرت الصراحه، دي دقه حلوه جدا ولكن ما تستخدمهاش كتير، انت ممكن انت تحلق بدي وبعد كده تحلق بدي او تحدد بدي او تلعب بدي. دي برضو عندك كذا مستوى، دي بقى اللي هي زي بتاعت الزيرو كده، ولكن عندك ثلاث شفرات في نفس الوقت زي ماكينات فيليبس الالمانيه، ماكينات طبعا براون، ودي تنعيم زيرو بدون اي الم وبدون اي حبوب، ودي حاجه مميزه جدا وحلوه صراحة، فشابوه. وكمان بيكون عندك بتاع زي دي عشان خاطر التنظيف، الماتيريال بتاعتها طبعا مش افضل حاجه، وهنا الزيت، وهنا بيكون في مشط اللي مرسوم هنا ولكن هو مفقود دلوقتي، ولكن هو موجود يبقى حلوه. بالنسبه للبطاريه، فالبطاريه بتاعتها انا فعلا شايفها ان هي من افضل البطاريات، احسن من براون من حيث الاستخدام، يعني انا من وجهه نظري، يعني انا عندي الاثنين، انا مش عارف ازاي عملت كده، بس ولكن هي ليثيوم اين، مكتوب على العلبه ان هي بتقعد ساعتين متواصلين حلاقه وساعتين عشان تتشحن، الشحن تقريبا بيجي معاها زي ما شفنا في الانبوكسنج، فانا مبسوط بالبطاريه، انا كان بي مور هابير، حلوه جدا، وطبعا الشاحن بتاعها يو اس بي فلذيذ جدا مش تحتاج اي حاجه تانية. بالنسبه بقى للمميزات واستخدام كل مشط، فده مش هينفع بالكلام، لازم بالفعل، خلينا نشوف مع بعض. بالنسبه بقى للاستخدامات بتاعتها، فاول حاجه الاستخدام بتاعها وازاي ان انت تركب مكنه الحلاقه، وكمان مكنه الحلاقه دي الماتيريال بتاعتها طبعا تصميم بلاستيكي، ولكن التصميم ذات نفسه حلو او مريح جدا في الايد، مش هتحس فعلا باي مشكله فيه. البطاريه فيها حلوه، وزنها حلو ومناسب، الجريمنج بتاعها حلو برضو، هنا الزرار حلو قوي، واللمبه هنا بتاعت الاشارات مكتوب عليها كيمي بشكل حلو جدا، طبعا الخامات الى حد ما متواضعه وده متوقع جدا. بالنسبه لطريقه التركيب عشان خاطر نشوف اول استخدام ليها، فبتحط البسبوس ده هنا وتكو، حلو جدا حلو جدا حلو جدا بجد، انا حاسس بفايبريشن، حاسس بكل حاجه ممتازه، يعني انا مش محتاج اكتر من كده. اللايف تايم بتاعها مش هيكون افضل حاجه، انا متوقع ده، ما جربتش لسه، جايبها بقالي شهر او شهرين من كتير قوي، ولكن انا مبسوط بيها لحد دلوقتي. بالنسبه للاستخدامات بقى، فانت تطلعها كده اهو بالمنظر ده وتحط ازاي بنفس الطريقه كده اهو، والتك جامد، هتلاقي ان هي عامل، بصوا حتى المكنه بقت شكلها عامل ازاي، زي بتاعت براون بالظبط وفلت، ودي عشان خاطر ان انت مش عايز تحلق جامد، شكل حلو جدا برضو، تقدر ان انت تنظفها من هنا اهي لو عايز ان انت تنظفها، استخدامها برضو قوي، بصوا هتلاقوا ان هي نازله لتحت شويه، بتنزل عشان خاطر تمتص الشعر، برضو نفس الكلام هتلاقيه هنا بطريقه التركيب، تقدر ان انت طبعا تشيلها ده وتستخدمه عادي بمنتهى السهوله بالاقرب من الزيرو، فحلوه جدا ولذيذه طبعا، خليها هنا. ودي المناخير حلوه برضو، يعني انا ما استخدمتهاش بس لذيذه. هنا للتحديد بقى رفيع جدا، بصوا البتاع الشفره عامله ازاي، حلوه جدا برضو، ده بقى اللذيذ جدا، انت بتحطها هنا عشان تحلق شعرك كمان، يعني مش جاست دقن، لا انت ممكن ان انت تستخدمها في حلاقه الشعر، وقد كان جربتها فعلا في حلاقه الشعر وكانت لذيذه، حطيتها وما اكتشفتش ان هي في اطول منها غير بعد ما حلقت، ولكن قشطه جدا، يعني بتوصل لحد 20، يعني بصوا تلاقوا 20 18 لحد 14، والتانية صغيرة 6، وبعد كده برضو لحد 12، فا ايه الجمدان ده؟ انت فعلا مش تحتاج اكتر من مكنة الحلاقة بجد، طريقة الاستخدام بتاعتها وطريقة الفك واللزق حلوة جدا، انا حاسس ان هي في عمر افتراضي معين هتلاقي ان البلاستيكات دي كسر منك، لكن لحد دلوقتي هي لسه ما كسرتش، فشابوه يوسف الشريف. وبس كده، دي كانت كل حاجة في البرودكت ده، الكيمي كي ام 5031 11 في 1 11 ان 1، ممتاز جدا يا جماعه، قيمه مقابل سعر حلوه جدا، جبته من تاجر، عملت اكونت وخدت كاش باك، وكانت حركه حلوه جدا وصايعه وانبسطت جدا بيها،
يعني خدته بسعر اقل من امازون وفي نفس الوقت خدت كاش باك. فانا انبسطت الصراحه، تاجر. هسيب لكم اللينك تحت في الديسكريبشن برضه. خلينا نعمل ريكاب كده سريع عن المميزات والعيوب اللي فيها. العيوب انا شايفها طبعا الخامات متواضعه جدا، التصميم عادي خالص، ولكن في الفئه السعريه دي احنا ما بنبصش للكلام ده، احنا بنبص على الاستخدام. استخدام كويس فهي كويسه، استخدام وحش فهي وحشه، ولكن هي فعلا استخدام كويس وهتنبسط بيها، مش هتحس ان في حاجه ناقصاك، هتحس ان انت لا انا 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 معايا كل حاجه انا محتاجها لما انزل الحلاق، طبعا ما عدا الموس يعني، ولكن تقدر ان انت تصفر برضو الدقن زي ما قلت لكم يعني بمنتهى الجمال. فانا مبسوط يا جماعه، انا مبسوط فعلا من تجربه الاستخدام دي، وحاسس ان هي انا ما دفعتش كتير وفي نفس الوقت خدت تجربه استخدام حلوه جدا. فبس كده، يا رب تكونوا انبسطتوا، في نفس الوقت اعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب عشان تبسطوني انا كمان، ولايك لايك للفيديو ده، لايك كتير جدا للفيديو ده، واعملوا لي كومنت برضو لو عايزين تستفسروا عن حاجه، لو عايزين تعرفوا هي بكام، رغم ان انا قلت لكم، بس لو عايزين برضو اكتبوا لي في الكومنتات. بس كده، اشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي، مع السلامه.